السلام عليكم. فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة. الفيديو ده كان في مدخل عمارة، مدخل عمارة تعتبر شكلها قديم شوية، على الدور الأولاني أو في السلم، في مدخل السلم الأولاني. طفلة صغيرة دخلت، هي وشاب دخلوا خلف السلم، السلم مليان كراكيب، دخل وراه، الكاميرات جايباه بالمنظر اللي احنا بنقول عليه، مع الطفلة الصغيرة لابس بنطلون أسود، ظهره بس اللي باين، والطفلة الصغيرة معاه. بدأ ان هو يلامس اجزاء من جسمها الطفلة الصغيرة. بعد ما خلص الليلة بتاعته كلها، شد بنطلونه، وعفوا زي ما مكتوب في وسائل التواصل الاجتماعي واخبارها كلها، بيسحب سوستة البنطلون بتاعه، يعني خلص غرضه وانتهى. طلع على طول بعد كده المتحرش مع الطفلة الصغيرة، ركب عربية تاكس ومشي على طول، ويعتبر ان هو كده اختفى. وسائل التواصل الاجتماعي او الناس بعد كده قالوا ان كاميرات المراقبة هي اللي ظهرت او اظهرت الشيء ده. عفوا، هو انتوا كنتوا فين في وقت كاميرات المراقبة؟ ممكن تبقوا اتفرجتوا عليها بعدها او عرفتوها بعدها، فياريت نذكر السبب الحقيقي في حاجة زي كده، علشان لو انتوا شفتوا بعدها يبقى مفيش حاجة عليكم، ولكن لو انتوا شفتوها في وقتها هي دي الكارثة. وسائل التواصل الاجتماعي كاتبة ان هم شافوا الحاجات دي عن طريق كاميرات المراقبة، وبعد كده الراجل هرب او اختفى. عفوا، احنا عايزين نوضح حاجة صغيرة، الا وهي ان الناس شافت كاميرات المراقبة بعد كده. دي رقم واحد. المهم، الراجل ركب السواق ركب عربية تاكس ومشي على طول واختفى، والموضوع كأن لم يكن. الفيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة رهيبة جدا. مباحث الجيزة اكدت اكتشاف الهوية المبدئية للسائق او سائق التاكسي ده، وعرفت ان سواق التاكسي ده بيسوق عربية صاحبتها اول حرف من اسمها ه. العربية مرور الجيزة، طلع من وحدة مرور مكان اسمه تاكلة. المهم، عرفوا السيدة وعرفوا الراجل اللي عليها، ولكن لغاية دلوقتي ما تمش ضبط الشاب ده او سواق التاكسي ده. نفس الموضوع ده اللي حصل على فكرة في طفلة المعادي، أو المتحرش بطفلة المعادي، الموضوع اللي أثار ضجة كبيرة جدا في العالم كله. العرب كله كانوا مجتمعين ضد الشخص اللي اتحرش بطفلة المعادي اللي كانت بتبيع مناديل، وكان لابس بدلة وأخدها من إيديها ودخلها برضه في مدخل عمارة، ولكن لسوء حظه إن الدور الأول كان بيشغله عيادة طبية، طلعت واحدة ست منه، بهدلته، زعقته، يعني الموضوع اكتشف في الآخر، هرب، ولكن برضه الشرطة جابته في خلال 3-4 ايام. والراجل ده طلع ان هو محاسب وشخصية المفروض ان هي مرموقة، ولكن زوجته كانت بتقول عليه بيبان عليه بعض الحاجات اللي هي فيها التحرش بالاطفال. ده ببساطة اللي حصل في طفلة المعادي، واخد فيها حكم رادع 10 سنين من عمره ضيعهم بسبب حاجة زي كده، غير كمان انه هقول لك ايه غير كمان انه أسرته انتهت تماما، كل الأسرة بتاعته تفككت، مراته طلبت الطلاق، وولاده طبعا، حتى ان هو عنده ولاد، يعني اتفضح فضيحة المطهر زي ما بيقولوا. الموضوع ده برضو هو اللي حصل في الفترة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة، حصل نفس الموضوع وحصل نفس الموقف، ولكن باختلاف الأشخاص. المرة دي سواق تاكسي، هم لغاية دلوقتي لسه ما جابوهوش، ولكن في طريقهم ان هم يجيبوه، لان هم الحاجات المبدئية كلها جابوها وهو هربان لغاية دلوقتي، ولكن مباحث الجيزة بتكثف ان هي تمسكه في خلال الساعات القليلة. ده الموضوع اللي حصل وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن كنا عايزين ننوه على نقطة صغيرة، الا وهي التحرش بالاطفال الصغيرين. عفوا، حضرتك عندك اطفال صغيرة او حضرتك عندك اطفال صغيرة، خلي بالك منهم، حافظ عليهم، حابي عليهم، مش لازم ان انت تسيبهم، او مش لازم ان انت تقول ان هما مفيش مشكلة بيت عيلة، او ان هما الجيران حبايبهم، او كل الجرائم اللي بتحصل بالمنظر اللي احنا بنتكلم عليه، الثقة الزايدة في الناس، او الثقة الزايدة في الجيران، او الثقة الزايدة حتى في القرايب. هو في مثل صغير كده بيقول لك دايما ايه، حظك، يعني اللي هو مش فاكر بيقولوا ايه تحديدا، ولكن اللي هو الاحتراس، يعني احترس اكتر من الامر، علشان بعد كده ممكن المصيبة تجيلك من اقرب الناس ليك. عفوا، حذر ولا تخون، حاجة زي كده. المهم، ده النقطة الأولانية اللي احنا عايزين نتكلم فيها، مش لازم أي حد نثق فيه حتى ولو أقرب الناس لينا. الأب نفسه ساعات بيعمل حاجات غير منطقية وغير قابلها العقل، ولكن بتحصل، وبتحصل كتير قوي، وبتحصل في المجتمعات العربية، وبتحصل طبعا في المجتمعات الأجنبية. كل ده طبعا تحت نطاق إن هو مريض أو مرض نفسي ممكن بيبقى فيه.
دي النقطة الأولانية اللي احنا عايزين نتكلم فيها. تاني نقطة، كاميرات المراقبة أصبحت مهمة جدا في كل مكان، في كل بيت، في كل عمارة، في كل محل، في كل مدخل عمارة، بقت مهمة جدا، لأن هي بتوثق أو بتوثق الحاجات، المشاهد اللي هي غير آدمية أو غير مش كويسة بتظهرها على طول، سرقة، اغتصابات، تحرشات، حد بيكسر عربية وبيمشي بالليل، حد بيسرق مطيان اللي هي الحاجات بتاعت الصرف الصحي بالليل، حاجات كتيرة قوي، تمام؟ وعن طريقها برضو بتكتشف برضو الجرائم الكتيرة اللي هي منتشرة في خلال الأيام دي. مهمة جدا الكاميرات، حتى لو كل عمارة أو عمارتين اتشاركوا إن هما يجيبوا كاميرا أو كاميرتين، أعتقد إن هي دي هتبقى حاجة أمان ليهم. دي النقطة التانية اللي إحنا عايزين نتكلم فيها. النقطة التالتة اللي إحنا عايزين نتكلم فيها، الطفلة الصغيرة أو الطفل الصغير، ليه حضرتك بتسيبيه ينزل من بره بيته؟ يعني طفل صغير، إحنا ما قدرناش نتكلم على الموضوع اللي هو بتاع متحرش المعادي، لأن دي طفلة صغيرة بتبيع مناديل. مش هنقول إن هي غلبانة أو إن هي كذا، ولكن دي قنابل موقوتة موجودة جوه البلاد العربية بصفة عامة، وموجودة وبتحصل في أماكن كتيرة جدا، بيبيعوا مناديل وبيطلعوا على إشارات المرور، بيبيعوا الفل والياسمين، ولكن بعد كده بتبقى مافيا مختفية في حاجات تاني، في صور غير شرعية وغير آدمية كمان، لأن بتحصل مجازر في حاجات زي كده، بتحصل مصايب في حاجات زي كده. دي نقطة تانية احنا كنا عايزين نتكلم فيها، ان شرطة الاداب او شرطة الاحداث لازم ان هي تقف بالمرصاد او تقف بالمرصاد في حاجة زي كده، وخصوصا في الناس اللي هي بتقف على اشارات المرور او اشارات مواقف الميكروباصات او التاكسيات او الاماكن اللي هي المزدحمة. دي النقطة التالتة اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها. رابع حاجة، لغاية دلوقتي برضو مش قادر افسر حاجة معينة، ايه شهوة المريض ان هو يجيب بنت صغيرة او ولد صغير ويتحرش بيه او ان هو يفضي غريزته القذرة فيه؟ نفسي افهمها ونفسي اعرفها. كتير قوي من اصحابنا اصدقائنا اللي هم اطباء نفسيين يتكلموا في حاجة زي كده وقالوا ده مرض. عفوا، ده مش مرض. انا شايف ان هو مش مرض، انا شايف ان هو اكتر من كلمة مرض بكتير قوي، ولكن هي الحاجة اللي الواحد عايز يعرفها، ايه المتعة اللي انت ممكن تستفادها في حاجة زي كده عشان تستقطب بنت صغيرة وتجيب لها باكو شوكولاتة أو تجيب لها مصاصة وبعد كده تتحرش بيها وتفضي غريزتك المعفنة وبعد كده تسيبها أو تسيبها وتمشي؟ ولو الآخر دورنا عليك هنلاقيك عندك أطفال صغيرة، لو ما عندكش حتى أنت أطفال صغيرة هنلاقي اللي أنت عندك في عيلتك ناس تاني فيهم أطفال صغيرة، ولاد إخواتك، بنات إخواتك، وهكذا وهكذا وهكذا. يا ريت اللي يعرف حاجة زي كده من الأطباء النفسيين اللي عندنا على صفحات التواصل الاجتماعي أو اللي هم متمثلين وبيتكلموا في علم النفس والسلوك النفسي يكلمونا في حاجة زي كده ويقولونا يا ترى السبب الرئيسي في حالات التحرش دي ايه. ممكن يكونوا الاهل السبب ان هم سايبين عيالهم، ممكن يكون مش سببهم والسبب الناس اللي هي المرضى النفسيين اللي هم برا، ولكن رأيكم في حاجة زي كده ايه؟ حتى لو افتكرنا موضوع متحرش المعادي مع الطفلة الصغيرة قبل كده، تقولوا لي ايه اللي اخد 10 سنين وشايفين الحكم ده رادع ولا مش رادع؟ عفوا، احنا كذا حاجة حصلت عندنا في مصر وفي الدول العربية وبنقولها ومنكسفش منها، ولكن عشان نقدر ان احنا نلقى ليها حلول وحلول جذرية. ياريت ارائكم وكومنتاتكم تقول لنا في حاجة زي كده ممكن يبقى فيها ايه. السلام عليكم.